أنا كثرتها. صحيفة جابر والصحيفة التي أيضا كتبها النبي صلى الله عليه وسلم أو أكتبها معاذ بن جبل لأهل اليمن. صحيفة جابر تتعلق بالحج، وصحيفة معاذ تتعلق بالزكاة. هذه كتبت يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. سيدي، هذه الصحف لو صحت فهذه لا تعتبر هي تدوين السنة، ويذكر ذلك ابن حجر، يقول هذه التي أمر أو أمر صلى الله عليه وسلم في كتابتها، وخصوصا حديث أكتب لأبي شاه أيضا الذي رواه واعتمده البخاري بإثبات كتابة الحديث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يقول عنه ابن حجر، يقول هذا لا يعتبر هو تدوين السنة، إنما هو حالة خاصة، هذه تعتبر حالة خاصة، هكذا يقول ابن حجر، في يحتمل أن يكون حالة خاصة. وهذه أيضا رواية التي استدل بها البخاري في حديث أبي هريرة خالفت روايات أخرى ذكرها مسلم لم ترد فيها مثلا قوله اكتبوا لأبي شاه. فهناك حقيقة اختلافات كبيرة في قضية إثبات الكتابة، وتحمل على ما يتعلق في حالات خاصة وليست الإذن بالكتابة، لأن هناك حديثا مشهورا ومعروفا لأبي سعيد الخدري، من كتب عني شيء غير القرآن فليمحه. وهذا الذي اعتمده مسلم الوحيد، المسلم ما ذكر حديث الأخرى، اعتمد هذا الحديث في ذكر النهي عن كتابة الحديث في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، علما حديث أبي سعيد هذا تتمته وبلغوا عني ولو آية وحدثوا عني ولا حرج، يعني أقول لك صراحة، بينما هذه الألفاظ ذكرها البخاري من طريق أبي كبشة عن عبد الله بن عمرو بن العاص بسياق آخر، ويقول فيه وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. فانظر كيف أصبحت الإشكالية خطيرة بين أن نكون نحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بينما الحديث أصبح عن أبي عن بني